حطينا جلسة ومرافعة حضرتك كانت قيمة جدا، لدرجة ان المحامين في مكتبي بيعيدوا سماع هذه المرافعة واستمتعوا بها جدا. عايز اقول ان الحكم بعدم القبول لسه الكلام في المادة 375 موجود، وزي ما قلت سعادتك ان في احتمال اقامة دعاوى جديدة لابد ان احنا نكون مستعدين ليها. انا عايز اقول ان احنا عايزين نجمع الداتا ونوحد الدفاع من خلال اساتذه كبار متخصصين، بحيث نبقى جاهزين بمستندات، جاهزين بدفاع. عندنا استئناف النيابه، انا شايف ان هو قيم جدا وحاجه جميله جدا، اكيد مذكره الاستاذ رجاء عطيه، اكيد مرافعه حضرتك. عايزين نجمع الداتا دي عشان نبدا بيها اللجنه اللي هتشتغل مع الاساتذه المتخصصين، وانا تحت امر حضراتكم ان انا اكون، يشرفني ان انا اكون موجود في هذه اللجنه.